أهلا بكم من جديد. نستعرض الآن مع حضراتكم أبرز عناوين وكالات الأنباء والصحف والمواقع عن آخر التطورات على الساحة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط. من رويترز نبدأ. عنوان رئيسي: مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا ردت إيران على قتل سليماني سيكون قرارا سيئا. وسي إن إن بالعربية: البنتاغون: سليماني كان يخطط لحملة كبيرة ضد مصالح الولايات المتحدة. ومونت كارلو الدولية: واشنطن تستعد لنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط. إندبندنت العربية: إضرابات فرنسا تحطم رقما قياسيا بدخولها اليوم 29. من النهار: فرنسا الحكومة تعقد اجتماعا والنقابات تتوعد بتصعيد الإضرابات. AFP: مقتل شخص في عملية طعن قتلت الشرطة منفذها قرب باريس. وكالة الأنباء الصينية شينكوا: بوليفيا ستجري الانتخابات العامة في الأحد الأول من مايو القادم. NHK اليابانية: وزير الدفاع الأمريكي: استئناف التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية غير مستبعد. الشرق الأوسط: بروكسل تعلن في بداية 2020 حالة التعبئة العامة لإنقاذ المشروع الأوروبي. وكالة يونهاب للأنباء: صحيفة كورية شمالية تحذر من ضربة قوية فورية ضد إهانة كرامة البلاد وتهديد بقائها. وسبوتنيك: زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يطالب بمحاكمة نزيهة لترامب. أخيرا من اليوم السابع، عنوان حول الصين: بكين مشروع قرار تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية خطوة في الوقت المناسب.